بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في تتمة احتجاجات رسول الله صلى الله عليه وآله لجماعة من مشركي قريش أن الرسول صلى الله عليه وآله يجيب عن اقتراحاتهم لإثبات نبوته بأن هذه الاقتراحات اقتراحات لا تثبت نبوتي، ويجيب على مفردة منها. لاحظوا المفردات نذكرها ونتكلم خلالها إن شاء الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عبد الله، وأما قولك، يعني هذا الاقتراح الذي اقترحته علي لإثبات نبوتي، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. كسفا يعني قطعا، كأنما السماء يعني كجزء من السماء يسقط علينا هذا الجزء. فإنك قلت، يمكن واحد يقول شلون هذا اقتراح، يقول هذا الاقتراح أخذناه منك أنت الذي قلت بأنه في الأقوام السابقة عندما كان ينزل العذاب الإلهي كان جزء من السماء كأنما يسقط على رؤوسهم. هم ما يتصورون أن هذا الجزء النازل من السماء حقيقة عذاب، يتصوروا سحاب متراكم الذي ينزل، وإذا بهم يجدون يعني ما يصدقون العذاب إلى أن ينزل على رؤوسهم. فيقول: فإنك قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، يعني إذا شافوا جزء من السماء ده يسقط على رؤوسهم للعذاب، يقولوا يعني ما يصدقوا، وإنما يقول سحاب مركوم، يعني هذا السحاب متراكم هكذا ينزل، السحاب لو ينزل عادي يعني ما يسبب أذى أو ضرر، فإلى أن ينزل على رؤوسهم ويموتوا بغضب الله عز وجل. خب هذا اقتراحك، اقتراح توجب هلاككم، والآن أنا مو في صدد اللعنة عليكم وفي صدد نزول العذاب عليكم، أنا أريد أن أنقذكم وأعذبكم. لذلك يقول هنا: فإن في سقوط السماء عليكم هلاككم وموتكم، فإنما تريد بهذا من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يهلكك، ورسول رب العالمين أرحم من ذلك. الرسول أرحم من أن يهلكك، أولا يتم الحجة عليك، وبعد ذلك فإن اهتديت فلنفسك، وإن ضللت فعليها هالمقدار. لا يهلكك يعني الرسول، ولكنه يقيم عليك حجج الله، يتم عليك الحجة. وليس حجج الله لنبيه على حسب اقتراح عباده. العباد عندما يقترحون يمكن اقتراحاتهم تكون متناقضة. هسه واحد يقول أنا أريد أن تثبت نبوتك يا رسول الله بأن ترتفع الأرض إلى السماء. الثاني يقول أريد تثبت نبوتك بأن تنزل السماء على الأرض. أمران متضادان، بل مآلهما التناقض، متناقضان، إن أن تصعد الأرض ولا تصعد، أن تنزل السماء ولا تنزل. هسه الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وآله هل يستجيب اقتراح الأول أو الثاني؟ هذا أولا. فبعض الأحيان اقتراحات متناقضة، من المحال تنفيذ هذه الاقتراحات، التناقض هو محال. بعض الأحيان الاقتراحات هي اقتراحات لا تدل على النبوة كما مضى. فإذن دلائل النبوة إنما هو بيد الله، الله عز وجل يبعث رسولا ولإثبات رسالته يجعل بيده أمرا خارقا معجزا، هذا المعجز هو
الدليل لإثبات النبوة، وهذا المقدار يكفي، مو اقتراحاتكم. وليس حجج الله لنبيه على حسب اقتراح عباده، الحجة لله وحده مو للآخرين، لأن العباد جهال يجهلون الواقع، ما الذي ينفعهم وما الذي يضرهم، يجهلون المصالح والمفاسد الواقعية، يجهلون الحجة التي هي تتم على الجميع. يعني يمكن واحد يجي يقول الحجة مثلا إذا أنا طبت، أنا مصاب بالسرطان، إذا طبت فهذه حجة، طب فهذه حجة أولا قد تكون حجة لك فقط، مو الباقين يمكن ما يقبلون هذه حجة، يقولون هذا كان مريض وطاب. مثل ذلك الذي كان في أمريكا مسلم ولكنه ملتزم، يعني شيعي ولكن غير ملتزم، أجلكم الله، يشرب الخمر ولا يصلي، فأصيب بالسرطان نذر لله، قال لله علي أنه إذا طبت من السرطان أن أترك شرب الخمر وألتزم بالصلاة. وبالفعل مع أن الأطباء كانوا مأيوسين عن وضعه الصحي، ولكن شوفي والتزم بالفعل لفترة سنتين، التزم بالصلاة في الأوقات وبترك شرب الخمرة، وبعد سنتين أصدقاء السوء حاطوا حوله وأثروا عليه وهو رجع، فترك الصلاة ورجع للخمرة والعياذ بالله وأجلكم الله. ويمكن أحد الأصدقاء كان يقول هناك، يقول في فترة يمكن أقل من شهر عاد إليه المرض وبأشد ما يمكن أن يكون المرض. بعدين نذر أيضا كذا، بعد انتهت عليه، يعني انتهت عليه القضية وقامت عليه الحجة وأنكر الحجة، ولو ردوا لعادوا، لو يرجع يرجع يعود. ليش؟ لأن الواحد ينسى دقيقا، مثل الكافر عندما يذهب إلى الآخرة يقول رب ارجعون لعلي عمل صالحا فيما ترك. كلا، ليش كلا؟ في التفسير موجود أنه لأنه لو عاد عاد إلى تلك المعاصي والذنوب، لأنه الله يعطي فرصة كاملة للإنسان للتوبة للإنابة للرجوع، وبعد ذلك بإتمام الحجة يأخذه. أجلت فرص كان لفرعون لعنه الله، فرص متعددة، أنواع وأصناف العذاب الذي نزل على آل فرعون. بعد ذلك أيضا كان يذهب ويدعو الله ويطلب من الله، وكان يدري مو رب العالمين، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولكن مع ذلك فقال أنا وقد عصيته عندما نزل عليه العذاب الإلهي. زين، لأن العباد جهال بما يجوز من الصلاح وما لا يجوز منه، يعني من الصلاح من الفساد، أمور غير صالحة وهي فاسدة، ما يدرون شنو الصالح شنو الفاسد، فاقتراحاتهم اقتراحات بلا دراية كاملة، وقد يختلف. المشكلة الثانية، إذن أولا ما يعرفون المصالح والمفاسد، المشكلة الثانية وقد يختلف اقتراحهم ويتضاد حتى يستحيل وقوعه. واحد يقترح أنه الآن الرسول يكون هنا، واحد يقترح أن لا يكون الرسول هنا، أن يطير في السماء مثلا، شلون يمكن الجامع بين النقيضين؟ والله عز وجل طبيبكم. الطبيب في اللغة مو صرف المعالج للمرض، الطبيب هو المعنى الموجود الدارج في الأذهان، الطبيب يعني إذا واحد عنده مرض يذهب إلى طبيب. الطبيب يطلق أيضا على الحاذق الماهر العارف بالأمور، هذا أيضا يطلق عليه الطبيب، الحاذق العارف بالأمور الماهر. فالله عز وجل هو العارف بأموركم، هو الذي يعرفه يعلمه ويعرف يعلمه ما فيه مصلحتكم وما به قوامكم وبه سعادتكم في الدنيا والآخرة. إذن المفروض تروحون للطبيب. إذا واحد مريض يروح إلى الطبيب، هل الطبيب يعطيه الدواء حسب اقتراح المريض؟ المريض يقول لا هذا الدواء مر وهذا الدواء صعب، المريض الطبيب ما يأخذ الاقتراح من المريض، ولو أخذ الاقتراح من المريض إذن في طبه وفي علمه نظر. إذن الله عز وجل هو الطبيب، هو الذي يعرف أموركم ومآلكم ومصالحكم ومفاسدكم، هو الذي
يعطي لنبيه ما يدل على إتمام ما يدل على نبوته ويتم الحج عليه. والله عز وجل طبيبكم لا يجري تدبيره على ما يلزم به المحال، تدبيره ما يعني ما يقع في التناقض، ما دام هو حاذق فما يقول شيء اللي بعدين يوجب المحال. واضح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وهل رأيت يا عبد الله المخزومي طبيبا كان دواؤه للمرضى على حسب اقتراحهم، على حسب ميلهم الذي تميل إليه نفسه مثلا؟ قال له: واضح. وإنما يفعل به، يعني الطبيب يفعل بالمريض ويجيز للمريض ما يعلم صلاحه فيه، شنو اللي ينفعه، أحبه العليل أو كرهه. واضح. فأنتم المرضى والله طبيبكم، فإن انقدتم لدوائه، الانقياد كملاحظة، الانقياد هنا المقصود بالانقياد اللغوي، الانقياد يعني الاتباع. فإن انقدتم لدوائه، يعني ذهبتم خلف دوائه وعملتم بالوصفة التي وصفها لكم في شؤونكم الدنيوية والأخروية، أنتم عملتم بالوصفة، الله عز وجل وصف السعادة في الدنيا والآخرة بأمور ذكرها في القرآن الكريم وذكرها على لسان المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه زين، إذا واحد تابع هذه الوصفة وفق في الدنيا والآخرة، وإن خالف الوصفة، مثل الطبيب يعطي علاج لمرض مصاب بالسرطان لمريض ما يأخذ الوصفة، أو يأخذ الوصفة ناقصة، أو يعمل بخلاف الوصفة، ما الذي يحل به؟ يزداد ألما ومرضا، وقد ينتهي به إلى هذا المرض إلى الموت. إذن التشبيه لطيف، تشبيه التشبيه بالطب تشبيه يعني يلتفت إليه أي واحد اللي هو جالس في مجلس رسول الله، حتى الإنسان البسيط العادل وإن كان جاهلا يأخذ أن تشبيه الله بالطبيب اللي يشوفون العلاج والمرض وهم مبتلون دائما، هذا أوقع في النفس وفي نفوسهم. ومن النقاط المهمة أيضا أنه حقيقة سبقنا يمكن أشرنا عليه، أن يتكلم الإنسان على حسب مستوى السامع. كثير من الأحيان أنت تريد تفهم، إذا أنت في مجلس مثلا صعدة المنبر وتكلمت كل بقضايا معقدة، ما الذي استفاد من هذا الجالس؟ يمكن 10% من الجالسين هذول أصحاب اختصاص أو مثقفين أو كثير طالعوا الكتب فيعرفون اصطلاحاتك، 90% ما يفهمون، فأنت لازم تبسط القضايا. تلاحظوا مثلا روايات المعصومين سلام الله عليهم عموما بمقدار فهم السامعين، يبينون يشرحون يكرون. نعم هناك أيضا روايات عميقة، القرآن كثير منه قابل للفهم الظاهري، كثير منه مو قابل للفهم، يحتاج إلى الرجوع قطعا. حتى القابل للفهم واحد لازم أيضا يرجع إلى رواية المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. فإذا هذا الانقياد هنا، يعني أن تتبع وصفة الله عز وجل، هذا الانقياد. الانقياد الآخر الاصطلاحي هو انقياد مقابل التجري. مو المقصود بهذا الانقياد، لأنه أكو بحث يذكره في الكلام أنه التجري يعني أن يخالف الإنسان ربه باعتقاده، وليست المخالفة في الخارج واقعة. يعني يرى مثلا ماء متنجس، الله عز وجل ينهى عن شرب المتنجس، هو يتصور هذا الماء متنجس، في الواقع الماء ليس بمتنجس، فهو يتصور هذا الأمر. فهنا لو أخذ وشرب هذا الماء فهذا له خبث فاعلي، خبث في سريرته، أنه يريد أن يقف أمام الله عز وجل، يريد أن يخالف الله عز وجل. وإن لم يكن الفعل منهيا عن هذا الفعل، شرب الماء هو مو منهي عنه، ولكن بما أنه كان يريد المخالفة بالشرب فقد تجرى على الله عز وجل. فقد بحث أن التجري حرام، ليس بحرام، أنه لا أقل من أنه يدل على خبث سريرة الفاعل. الانقياد مقابلة،
أن واحد يتصور أن الله أمره بكذا فيعمل هذا الأمر، يعمل هذا الشيء امتثالا للأمر الإلهي. فهنا وإن ظهر أن الله لم يأمر ذلك الشيء ولكن ينقاد للأمر الإلهي، وإن ظهر أنه خلاف الواقع، هذا مثاب ويدل على حسن سريرته. هذا الفاعل فاعل يريد امتثال أوامر مولاه، إلا أنه كما ذكرنا هنا الانقياد المقصود به أن يتبع وصفة المولى ليصل. طبعا إن اتبع وصفة المولى خطأ هنا رغم ما يوصل، ولكن الله عز وجل يتفضل عليه بإعطاء أجر، بإعطاء على تعبير الشيخ الأنصاري مصلحة سلوكية، بما أنه أنت سلكت هذا الطريق وإن لم تصل ولكن أردت امتثال الأمر الإلهي، فالله يعطيك من فضله بما يكفيك في تلك المصلحة التي كانت للفعل نفسه أو أكثر من تلك المصلحة. مثلا إذا واحد يريد يركب سيارة يروح إلى حرم مثلا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، خطأ السائق أخذه إلى مسجد الكوفة، هناك صحيح مو المطلوب الكون في تلك اللحظة في مسجد الكوفة، ولكن بما أنه أراد الامتثال لأمر المولى فدخل مسجد الكوفة، الله يعطيه من الثواب مثل ما يعطيه لو دخل في حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو أزيد، معادل أو أزيد. هسه هذا البحث في محله. فأنتم المرضى والله طبيبكم، فإن انقدتم لدوائه شفاكم. الشفاء يكون بعد استعمال هذه الوصفة. وإن تمردتم عليه، إذا واحد تمرد عصى أوامر الله عز وجل، تمرد على الوصفة، مثل المريض اللي يتمرد على وصفة الطبيب، شنو؟ أسقمكم. مو أنه يبتبقى في المرض، وإنما المرض يزداد عليك، لأنه كل ما واحد يبتعد عن الطريق الإلهي كل ما يزداد ضلالة، كل ما تزداد مشاكله، كل ما يبتعد عن السعادة أكثر. وبعد فمتى نقطة أخرى يذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول هناك مدعي ومدعى عليه. المدعي المفروض يقيم البينة عند الحاكم، يذهبان المدعي والمدعى عليه، الحاكم يقول جيب البينة، المدعي هم يجيب البينة الشهود. هل الحاكم يسأل المدعى عليه، يعني خصمي اللي أنا أطلب مال مثلا، هل يسأله ماذا تقترح في بينة المدعي؟ يعني أنت برأيك شنو زيان المدعي يجيب من بينة حتى أنا القاضي أحكم؟ طبعا المدعى عليه لا يذكر ما ينفع المدعي، يذكر ما ينفع هو، ينتفع هو. فإذا الظالم يصير، الظالم والمظلوم يضيع أمرهم، المظلوم يروح ويدعي يشتكي على الظالم، الظالم يقول هذا المظلوم إذا يريد يجيب حجة لإثبات دليله فليأتي مثلا بملك الصين يشهد له. هذا المظلوم من وين يقدر يجيب ملك الصين؟ هذا اقتراح المدعى عليه، ما يقدر يجيب ملك الصين، خلاص انتهت الدعوة ولم يحقق شيئا وخسر حقه. هذا معقول يعني؟ هنا ضاع حقه، فهل معقول هنا أن نأتي ونقول هؤلاء الذين ينكرون نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا تقترحون على رسول الله أن يأتي بحجة؟ هم دي ينكرون نبوة رسول الله، فالمفروض أن الحجة تكون من رسول الله عليهم مو من أنفسهم، لأنه إذا كانت الحجة يطلبونها من أنفسهم فلا تكون عليهم قطعا، ماذا هم دي يخالفون رسول الله. وبعد فمتى رأيت يا عبد الله مدعي حق من قبل رجل، يطلب حق من رجل خصمه، أوجب عليه حاكم من حكامهم فيما مضى، يعني كأنما نقول قضية في واقعها، بينة، جيب بينة، جيب حجة، جيب دليل، جيب شاهد على دعوة، عندك دعوة المدعي، ولكن هذه البينة تكون على حسب اقتراح المدعى عليه.
إذن ما كان يثبت لأحد على أحد دعوة ولا حق. خلص الدعوة كلها تنتهي. ولا كان بين ظالم ومظلوم ولا بين صادق وكاذب فرق. الكاذب يجي يريد دليل من الصادق أنه صادق، وهذا الدليل ما يقدر يجيب الصادق. واضح؟ هذول يدعون على رسول الله أنه إذا تريد نقبل نبوتك نبوتك فلنرى الله جهرة، فلينزل الله من السماء. هذا محال. إذا كان الأمر باقتراحهم خلاص نبوة النبي تنتفي صلى الله عليه وآله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عبد الله، وأما قولك أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. قبيلة يعني نقابلهم ويقابلوننا، الله والملائكة يجون وإحنا نشوفهم ويشهدون لك بالنبوة. فهنا هذا أمر محال، لأن الله عز وجل خارج عن الزمان والمكان، لا يحيطه مكان لينتقل من مكان إلى مكان. إحنا محاطين بالمكان فننتقل، كنت هنا وبعد دقائق لا أكون هنا، أكون في مكان آخر. إن الله عز وجل مو من الأمور التي يحتاج إلى مكان ويحتاج إلى زمان ويحتاج إلى جزء، لأنه لو كنت ترى الله عز وجل فهو أصبح ذا جزء، فقد احتاج إلى جزءه. والمحتاج، مع أن الله عز وجل هو الغني المطلق، لأنه صار لو صار محتاج فإذن لا يستغني عن جزئه، إن لم يستغن عن جزئه فلا يكون واجبا في ذاته، وإن لم يكن واجبا في ذاته فقد أوجده غيره. إذن هذا اللي أنا رحت أجيبه لك مو الله، هذا في شيء آخر، فالمخلوق لله عز وجل، لأن الله خارج عن الإطار، إطار الزمان والمكان. فإذن هذا أمر محال، هذا اقتراحك ما يمكن العمل به. أو تأتي بالله والملائكة قبيلة يقابلوننا. قبيل طبعا القبيل يعني بمعنى أيضا يجي بمعنى ضامنا، في اللغة القبيل ضامن، بس هنا مو المقصود القبيل الضامن، وإنما يقابلوننا يعني نراهم. بعدين يصرح الرسول صلى الله عليه وآله في هذه الرواية، يعني روايته التفسير العسكري سلام الله عليه نقلا عن هذه القضية: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا يقابلوننا ونعاينهم، فإن هذا من المحال الذي لا خفاء به، هذا واضح استحالته لا خفاء به. وإن ربنا عز وجل ليس كالمخلوقين يجيء ويذهب ويتحرك ويقابل شيئا. ليش؟ لأن هذا من صفات المحدث، المحدث هذا يتغير من مكان إلى مكان، من زمان إلى زمان، أجزاء نشاهده، ولا هذا التغير من صفات المحدث مو من صفات الخالق القديم. ويقابل شيئا حتى يؤتى به، فقد سألتم بهذا المحال. ليش المحل؟ أنه هذا تناقض، الله لا يرى، أنتم تسألون أن الله يرى، نشوف رب العالمين، هذا تناقض، أن نراه وهو لا يمكن أن يراه أحد. طبعا الرؤية رؤية الأبصار، يعني العيون، مو أي البصر، مو رؤية البصيرة، مو الرؤية بالقلب. وإلا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: كيف أعبد ربا أي لم أره؟ يعني قطعا رأيت ربي، ولكن مو ب عين الرأس وإنما ببصر القلب. فقد سألتم بهذا المحال، وإنما هذا الذي دعوت إليه أيها المخزومي صفة أصنامكم الضعيفة المنقوصة. أن ترون تلك الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم ولا تغني عنكم شيئا ولا عن أحد. يا عبد الله، زيان. بعد ذلك رسول الله يأتي بقضية أيضا، من عبد الله المخزومي ومن معه من المشركين، هذه قضية يجدونها وجدانية، قضية بديهية. يقول: أنت يا عبد الله عندك أراضي بساتين، عندك مجموعة من السفراء في هذه الأراضي، من بيدهم الأمر، وكلائك، فبعدين العمال الأكره الذين يأتون ويعملون، يمكن يجون يقولوا لك: أنت من قال بأنك وكيل من قبل عبد الله المخزومي؟ هذا أول الكلام.
منقل. فهو هذا الوكيل يظهر حجة، يعني كأنما يجيب فد ورقة مكتوبة مختومة بختمك أنت أنه أنا وكيله، فأنتوا تتعاملون وياي. فإذا هم اقترحوا على الوكيل أنه هذه الورقة لا تنفع، بل نحتاج إلى أن عبد الله شخص يجي المخزون، أنت تقبل هذا الشيء؟ قال أبدا، هذا وكيلي حتى يمشي أموري، مو أنه يجي يجرجرني من مكان إلى مكان آخر، يريد يقترح علي ويضغط علي فيكون يدا لهم علي، بل هو يد لي عليهم. فالرسول يقول كيف تقترح علي ما لا ترضاه أنت لنفسك؟ الله عز وجل بعثني رسولا وجعل لي حجة، معجزة هذا القرآن، المعجزات الأخرى التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا مو هو أنت اللي تطلبه، هو بعثني وهو أعطى لي الحجة، أنت تعال ناقشني في الحجة. القرآن مو معجزة، جيبوا في السورة مثل القرآن، جيبوا آيات كالقرآن الكريم. يا عبد الله أوليس لك ضياع وجنان بالطائف أراضي بساتين وعقار بمكة وقوام عليها؟ عندك قوام، يعني كأنما وكلاء يقومون بأمرك. قال بلى. قال أفتشاهد جميع أحوالها بنفسك، يعني تدائما كل يوم تمر على كل هاي الأراضي والبساتين، أو بسفراء بينك وبين معامليك، هذول الأكر اللي موجودين العمال. قال بسفراء، وهو ما يلحق أو مو من الشأن أصلا أن يأتي ويناقش هذا العامل وبعدين يعامل ذلك الأجير له. قال أرأيت لو قال معاملوك وأكرتك العمال اللي عندك وخدمتك لسفرائك، اقترحوا، لا نصدقكم، من صدقك أنت الوكيل في هذه السفارة إلا أن تأتونا بعبد الله بن أبي أمية لنشاهده فنسمع ما تقولون عنه شفاها. كنت تسوغهم هذا، تجوز لهم هذا الأمر، أو كان يجوز لهم عندك ذلك؟ هم يرون هذا في اختياراتهم أن يأتوا إليك ويقول تعال يا عبد الله نروح معا إلى كل هذا هؤلاء العمال؟ قال لا قطعا. قال فما الذي يجب على سفرائك؟ أليس أن يأتوهم عنك بعلامة؟ طبعا الوكيل لازم يكون إلى الدليل، فيجيب الدليل. يأتوهم عنك بعلامة صحيحة تدلهم على صدقهم، يجب عليهم أن يصدقوهم، يعني تجيب علامة اللي هذه العلامة تدل على صدق السفراء ويجب عليهم على الأكر العمال أن يصدق. قال بلى. قال صلى الله عليه وآله يا عبد الله أرأيت سفيرك لو أنه لما سمع منهم هذا، أنه خلي عبد الله يجي المخزومي، عاد إليك وقال لك قم معي، يلا بالقوة يريد يشيلك يأخذك وياه، فإنهم قد اقترحوا علي مجيئك معي، أليس يكون هذا لك مخالفان؟ أنت هذا الوكيل وكيلك حتى يمشي أمورك، وأنه تتورط به، وتقول له إنما أنت رسول لا مشير ولا آمر، أنا ما أطلب منك الاستشارة ولا أنت تأمرني بقضية. قال بلى. قال صلى الله عليه وآله فكيف صرت تقترح على رسول رب العالمين ما لا تسوغ لأكرتك ومعامليك أن يقترحوه على رسولك إليهم؟ وكيف أردت من رسول رب العالمين أن يستذم إلى ربه؟ يستذم يعني فعل ما يذم عليه ويهان فيه بأخذ العيوب، يعني كأنما الرسول يأخذ العيوب من الله بأن هذه الحجة مالتك حجة ناقصة، فتعال تممها بحجج أخرى، هذا يعني يأخذ العيب من مرسله. هل يمكن هذا الأمر؟ وهذا الأمر يوجب المذمة على المرسل، أنه أنت حجتك ناقصة ورطتني بمجموعة من الناس اللي هاي الحجة مالتك مو ما تمشي عندهم، ما تمشي يعني في نقص لها فيها. من رسول رب العالمين أن يستذم إلى ربه بأن يأمر عليه، يأمر على الله وينهى، وأنت لا تسوغ مثل هذا على رسولك إلى أكرتك وقوامك. هذه حجة قاطعة، يعني هذا فالدليل، فشي قضية وجدانية بينة، أنت هم أقررت قلت أنا لا أرضى لرسولي ولسفيري أن يفعل هذا الأمر، فشلون أنا أخذ باقتراحاتك؟
حجة قاطعة لإبطال جميع ما ذكرته في كل ما اقترحته يا عبد الله. إن شاء الله تتميم الرواية ليوم السبت. هذا وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.